بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 8 اللي هي المالتيبل تشويس كويشنز من السكشن 4 كوزو انتربرايز ريسك مانجمنت ERM فريمورك، نطاق إدارة المخاطر الخاص بالشركة أو المؤسسة بناء على نظام الكوزو اللي هي الكوميتي اوف سبونسرنج organization فيما يخص الانترنال كنترول والرقابة وإدارة المخاطر التي وضعتها هذه المؤسسة الكبيرة في أمريكا والتي نشأت من التسعينات وطالع. تمام، خلينا نبدأ بطبعا عنوان الوحدة اللي هو Unit 2 Fraud and Risk Management، الاحتيال وإدارة المخاطر، وهذا السكشن الآن آخره اللي هو Multiple Choices، وحنبدأ بالسؤال 25. طبعا الأسئلة من 25 لحد 32. According to COSO, which component of enterprise risk management ERM addresses أي عنصر من العناصر تبعت الريسك اللي هي الانتربرايز ريسك مانجمنت هيها COSO ERM framework consists of 5 interrelated components، هذا هم 5 مذكور هون، 4 addresses an entity operating structure and core value. مين من هذول الأربعة بحكي عن الـ operating structure and core values اللي هو الهيكل التشغيلي والقيم اللي خلنا نسميها الأساسية في الشركة أو الرئيسية، الأساسية أفضل. إذا أنا جبت هذول الخمسة، اثنين منهم supporting aspect components governance and culture information and communication and reporting، وفي ثلاثة common process components اللي هو strategy and objective setting performance and review and revision. اوكي، هذول الخمسة واحدة منهم تتكلم عن الـ operating او يعني تشرح موضوع الـ operating structures and core values. طبعا هون مكتوب أربعة لأنه المالتيبل تشويس فيه أربع إجابات، فواحدة من هذول بتحكي عن هذا الموضوع. وطبعا أنا جايب عندنا هذا اللي هو شارح عنهم، موجودين بالشرح تبع الفيديوهات السابقة. أوكي، في ثنتين supporting aspects وفي ثلاثة يسموهم common process هيهم. فأنا بروح وبدور على هذه المعاني أو الكلمات الثنتين اللي هي الـ operating structure and core values، بدور وين موجودين. أوكي، بس مشان يعني كيف بده يكون تعاملنا مع المالتيبل تشويسز. إذا مثلا الـ governance and culture بتحكي عن الـ board oversight، لأنه كل هذول الخمسة في عليهم 20 principles أو بيحكوا عن 20 مبدأ. العشرين مبدأ هم فكرة الـ ERM تبعت كوزو. هذا الـ governance and culture عليه 5 مبادئ أو بيحكي عن 5 مبادئ. المبدأ الأول board exercises risk oversight، إنه البورد يقوم بالرقابة على الشركة. هنا في عندي مبدأ ثاني operating structure، هاي هلقيناها واحدة هاي مشان ادلك كيف ممكن تحل المسائل، هيا operating structure و core values بروح لهون. اوكي، وبروح على هاي وين مبدأ ثالث culture، مبدأ رابع core values. اذا هذه المسميات اوكي موجودة وتعالج من خلال ال governance and culture اللي احنا هلا شفناها، هيها الـ governance and culture اللي هو الكومبوننت الاول المشروح بالكتاب governance and culture. اذا governance and culture اللي هو عنوان السؤال هيو هون operating structure and core value تاتي تحت الـ governance and culture. طبعا لو بدنا نروح نتفرج هون، هيها بتحكي عن البورد exercise risk oversight وبتحكي عن الـ operating structure وبتحكي عن
ثلاثة الكلتشر تبع الشركة، وبتحكي عن الكور فاليوز، وبتحكي عن attracts, develop, retains capable individuals. خمسة، تمام؟ إذا نعود لسؤالنا، بنقول أيهما تأتي أيهما تعنون أو تتكلم عن الـ operating structure and core values، معناته الـ governance and culture. إذا الجواب عندنا بي، هذول بيحكوا عن شيء ثاني، ما بيحكوش عن الـ operating structure and core value. وهذه بتحكيش، بدك تروح على المادة وتقراها بحيث انك تشوف كل وحدة عن ايش بتحكي. طبعا احنا اكيد ناقشناها بالفيديوهات السابقة، بالفيديوهات السابقة، تمام؟ طيب، اذا الجواب عندنا بي، هذه بي. Component of ERM that addresses an entity operating structure and core value اللي هي شو؟ الـ governance and culture. هاي الـ governance and culture. Component addresses board capability, responsibility, operating culture, core value among other things. تروح عليها تدور عليها. هكذا تحلل المسائل. اوكي؟ طبعا A ما تعالج، و C ما تعالج، و D ما تعالج، هذولا العنوى المعلومتين operating structure core value ما بتجيش تحت revision and review، بتجيش تحت strategy and objective setting، ولا بتيجي تحت information communication and reporting. طبعا مش راح اقراها الان، وانما وضحنا الفكرة كيف تحل المسائل، فبليز انت روح عيد عليهم من جديد مشروحات بالفيديوهات السابقة. اوكي، اذا الجواب عندنا بي، هذه بي، تمام. إذا هي operating structures and core values، وفي أمور أخرى. شو هي الأمور الأخرى؟ بدك عدها؟ يلا هيا. attracts, develop and retains capable individuals، كمان core values حكيناها، كمان culture حكيناها يعني موجودة، كمان operating structure اللي أصلا احنا جاوبنا سؤال بناء عليها، وكمان اللي هي let the board exercises risk oversight. بس إذا الجواب عندنا بي، وننتقل إلى السؤال اللي بعديه رقم 26. According to COSO, the benefits of enterprise risk management include all of the following except. إذا منافع الكوزو، منافع الـ ERM تبعت الكوزو تشمل كل ما يأتي ما عدا decrease performance variability. شو يعني التذبذب في الأداء؟ أكيد هي عملية ضبط مشان تخلص من قضية التذبذب في الأداء. elimination of all risk، مستحيل إنها تعمل elimination لكل الريسك. إذا B اللي هي accept، B اللي هو الجواب الصح. improve resource allocation، نعم تقوم بإعادة توزيع المصادر والإمكانيات للخلاص من المخاطر، ومراعاة الريسك أبيتايت تبع إدارة الشركة، والتوليرانس تبع إيش؟ تبع قدرة الشركة على التحمل. Improve risk identification and management، نعم تحسن من تحديد وين المخاطر وكيف نتعامل مع تلك المخاطر. إذا الجواب عندنا بي اللي هي ما هيش benefit. اوكي، ما هيش benefit لا الـ ERM تبعت الكوزو. الجواب عندنا بي. اذا بقول هون عندي ERM helps to manage risk but it does not eliminate risks، يعني هي بتتعامل معها بس ما بتصفر، بتخلصش يعني، مستحيل حتى يعني مهما كانت أنظمة الرقابة والقوانين المطبقة لمعالجة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مهما كانت لن تصل إلى زيرو ريسك. أوكي؟ ما بدنا نناقش A و C و D لأنهم هذول كلهم benefits. هاي decrease performance variability. شوف ERM helps management decrease performance variability by setting performance tolerance that align with the strategy.
قدرة تحمل على أنها تتناسب مع الاستراتيجية، وفي عندك كمان استراتيجية مش لحالها وبزنس اوبجكتيفز تبعت الشركة اند ريسك ابيتايت اللي هي قدرة أو رغبة الإدارة في تحمل مخاطر معينة. يعني ما أدري، أرى أنه مش غلط أن نعيد عليهم. سي Improve Resource Allocation، أكيد تحسن. سي ERM helps to improve resource allocation by deploying resources based on the severity and the priority of risk. نعم، deploying resources، بشر وآلات وكهرباء وفلوس ومش عارف شو، بحيث أنه أنت تعطي الأولوية للمخاطر، وكمان مع من تتعامل مع المخاطر، prioritization بيسموها. أوكي، طبعا دي improve risk identification and management، بالتأكيد من المنافع تبعت الـ ERM تبعت الكوزو انها تحسن تحديد المخاطر وتتعامل معها. ERM helps improve risk identification and management by integrating ERM practices throughout the organization، انه كله يتداخل مع كله، المشتريات على المخازن على المبيعات على كله في تداخل، يعني في مخاطر موجود بتؤثر على عناصر أخرى وعلى أنشطة أخرى. Starting with strategy selection through performance results، ابتداء من اختيار الاستراتيجية وخلال أو من خلال الأداء الذي يتم أو يتم خلنا نسميه لتحقيق تلك الاستراتيجية معنونة بالبزنس اوبجكتيفز، او البزنس اوبجكتيفز لازم تكون منبثقة من الاستراتيجية التي تضعها الشركة وإدارة الشركة. إذا الجواب عندنا ب السؤال 27، which one or which of the following components are supporting aspects of the COSO ERM framework. supporting هيهم مرتبين عندنا، هيهم supporting و common process. في components supporting اللي هم A and B، governance and culture، information communication and reporting، وعندنا هون كمان common اللي هي strategy and objective setting، performance and review and revision، مكتوبات ومشروحات بالفيديو هات السابقة، وهي مرتبهم هون supporting و common. إذا من هي التي تعتبر supporting؟ موجود عندنا هون governance and culture، هاي governance and culture، and review and revision، راح على الريفيو على الكومون، اذا هذه غلط لانه ريفيو اند ريفيجن غلط. هيا بي performance ريفيو اند ريفيجن، بي performance وين هاي performance جاي من الكومون، وريفيو اند ريفيجن جاي من الكومون، معناته مش supporting. اذا بي 100% هاي نصها صح، هذه كلها غلط، ونصها غلط طبعا. هاي ايه سي governance and culture، information and communication and reporting، هي governance and culture and information communication and reporting، بدك تحاول تحفظهم ترتب حالك. اوكي، اذا الجواب عندنا سي strategy and objective setting performance. وين strategy؟ strategy objective setting performance جاي تحت الكومون مش supporting، اذا الجواب عندنا سي اللي هي تحت supporting، وهي supporting. هاي سي governance and information، هاي governance and information. طيب الجواب سي، هذه سي. The supporting aspect components of COSO ERM framework are governance and culture and information communication and reporting. بس ما حفظ، ما في غير هيك. طبعا هنا مش حجاوبهم لأنه مش حقراهم لأنه ما لهم معنى، لأنه من خلال الذكر أي نصوص، ما بدهاش شطارة، بدهاش تفسير، نصوص. أوكي، إذا الجواب عندنا معناته سي لسؤال 27. 28، according to COSO a risk profile is a view of the relationship between، هي عبارة عن العلاقة بين الريسك بروفايل. الريسك بروفايل أنا جايب مقطع من صفحة 57 مكتوب بصفحة بالكتاب ريسك بروفايل، وهون بورتفوليو فيو، هون بيحكي عن as a view of relationship between risk profile. لاحظ هون profile is a view of relationship between، هاي الريسك بروفايل عبارة عن علاقة بين الريسك والperformance.
هذا ريسك اند بيرفورمانس. مبدا حكي ريسك اند بيرفورمانس، المخاطر التي لها علاقه بالاداء، هذا هو الريسك بروفايل. اذا الريسك كاباسيتي اند ريسك ابيتايت غلط، انهيرنت ريسك اند تارجتد ريزيدوال ريسك غلط، توليرانس اند ريسك ابيتايت غلط، اذا ريسك اند بيرفورمانس. الجواب عندنا معناته دي، هاي ريسك اند بيرفورمانس. طلع از كومبوزيت فيو اوف ذا تايبس سيفيريتي اند انترديبندنسز اور اوف ريسك related to the specific strategy or business objective and their effect on performance. المخاطر وأثرها على الأداء تبع الشركة. شوفي تتعرض الشركة لمخاطر والأثر ذلك أثرها على الأداء، زي مخاطر مشتريات غلط، أو مدير مشتريات سيء، أو 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 وجود مرض معين، أو وجود حرب معينة، أو وجود كلتشر عند الناس والمستهلكين معينة، أو وجود منافسين، أو أو أو. إذا هذا الريسك بروفايل، يعني شو الملف تبع الريسك، قديش عندنا ريسك، وهذا قديش بيأثر على الأداء ويتدخل في الأداء وينجح أو بيزيد الأداء أو بيقلل الأداء أو بيحبط الأداء. أوكي، إذا الجواب عندنا دي، هذه دي. Risk profile is a composite view of types, severity and interdependencies of risk related to specific strategy or business objectives and their effect on performance. أكيد أي ريسك يؤثر على الاستراتيجية، وذلك ذلك يؤثر على الأداء، لأنه الأداء مرتبط بالاستراتيجية، ونجاح الاستراتيجية يعتمد على الأداء، والأداء يعيق الخطر أو الريسك اللي موجود. أوكي، إذا الجواب عندنا دي. inherent risk is، ما هو الانهيرنت ريسك؟ البنك في inherent risk إنه الكاش عليه العين، الناس تطلع فيه، عندهم دولارات وعملات ومش عارف شو. إذا is a potential event that may affect the achievement of strategy and business objective، هو عبارة عن حدث كامن والذي قد يؤثر على إنجاز الاستراتيجيات and business objectives. المشكلة الانهيرنت ريسك له علاقة بشركات معينة مش كل الشركات، أو بنشاط معين مش كل الأنشطة، فهون حاط التعريف عام وبالتالي لا ينطبق. ريسك ريسبونس، ما هوش ريسك ريسبونس؟ يعني ردة فعل على الريسك أو كيف تعالج الريسك. The risk after a management takes action to alter its severity، يعني الريسك بعد ما تأخذ الشركة عمل معين مشان يتغير من الأثر تبع الريسك. يعني سي ولا دي نشوف. The risk when management has not taken action to reduce the impact or likelihood of an adverse event. يعني إنه البنك ما خذش احتياط، ما جاب الشرطة، ما حطش كاميرات، ما حطش سياج، ما حطش جرس إنذار، معناته الشركة ما أخذت أكشن. Has not taken action to reduce the impact، لتقليل الخطر أو الأثر أو إمكانية الحصول لهذا الخطر اللي هو inherent risk. An adverse event بمعنى أنه بصير نتيجة سلبية. أكيد البنك لو ما عمل كل الاحتياطيات، لو ما عمل كافة الاحتياطيات لمنع الاختلاس، حيجي كل واحد يفوت عليهم يأخذ فلوس منهم ويطلع. إذا التعريف دي أو دي مناسب للإنهيرنت ريسك أكثر من سي. أوكي، هذا يعني يبدو لي هذا اسمه ريزيدوال ريسك. The risk after management takes an action to alter its severity، مع ذلك ظل في ريسك، إذا هذا اسمه ريزيدوال ريسك. إذا الجواب عندنا مناسب جدا دي، إنه البنك أو شركة اليورانيوم أوكي ما اتخذوا الاحتياطيات الكاملة، لأنه عندهم العين عليهم، العين عليهم يعني في حالة متلازمة مع نوع النشاط، وبالتالي ما أخذت الاحتياطيات، احتمال أنه يصير عندنا adverse event، يصير حد يجي على البنك ويأخذ فلوس بسهولة. إذا أفضل جواب هو the risk when management has not taken action، ما
ما اخذتش اي اجراء to reduce لتقلل الاثر impact or likelihood او يعني امكانية الحدوث of an adverse event حدث سلبي او هيك شيء اختلاس مثلا في البنك. اذا الجواب عندنا دي. Inherent risk is the risk when management does not act to alter its severity. ما بتتدخل. Severity commonly is measured as a combination of impact and likelihood. يعني الأثر وإمكانية الحصول. إمكانية الحصول حد يفوت على البنك، والأثر أكيد الفلوس راح تروح من البنك. أما الـ A potential event that may affect the achievement of strategy and business objectives. Risk event is potential event that may affect the entity adversely. هو risk event. ما له معنى. بي طبعا اكيد ما مش ضروري حتى نراجعهم. Risk is response. Risk response is action taken to bring identified risk within the entity risk appetite. يعني risk response انك انت بدك تحدد الريسك وتتعامل معه وتحله. اوكي. وسي مرينا عليها خلاص بكفي الجواب عندنا دي لها كذا سؤال. Enterprise risk management ERM guarantees achievement of organizational objective. ما تقدر ما تضمن الاتشيفمنت للاوبجكتيف تبعت الاورجنايزيشن. يمكن الاوبجكتيف تبعت الاورجنايزيشن طموحه جدا، مستحيله جدا، ما لهاش علاقه بالمخاطر. اذا اي غلط. Requires establishment of risk and control activity by internal auditor. الانترنال اوديتر ما بصير يعمل يحط نظام رقابه داخليه ويكون هذه مش مسؤوليته. مسؤوليته هو يراقب ويدقق ويشمشم وكذا وهيك شيء ويعمل ريبورتنج. اذا هذه مش مسؤوليته، مسؤوليه الاداره. سي involves the identification of events with negative impacts on organization objectives. Involves the identification of events. بحدد المخاطر أو الأحداث التي قد تحصل. With negative impact بأثر سلبي on organization objectives. جيد. نشوف على دي. Include selection of the best risk response for the organization. ما في best risk response. ما في best. لأنه في cost benefit principle. ما في 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 appetite risk appetite للمانجمنت وفي tolerance تحمل. اذا دي ما هوش مناسب لانه قال best risk response for the organization. اذا الجواب سي. Involves identification of events. بحدد الاحداث التي قد يكون لها اثرا سلبيا على تحقيق اهداف الشركه. اذا الجواب عندنا سي. هذه سي. Enterprise risk management is identified as the culture, ثقافة, capabilities, قدرات, practices, تطبيقات, integrated with the strategy, setting, and performance. مترابطة مع الإيش؟ الاستراتيجيات وعملية وضع الاستراتيجيات وعملية الأداء. That organization rely on to manage risk. تعول الشركة عليها بحيث أنها تتعامل مع الريسك. In creating, تذكروها عبارة رائعة، creating, preserving and realizing value. خلق القيمة، الحفاظ على القيمة، وتحقيق القيمة. طيب إذا الجواب عندنا C. guarantees achievement. لا إيه خلنا نناقشها. risk management process cannot guarantee achievement objectives. جزء تقول أنا والله بدي أحط بتطلع على القمر، شو دخل الـ ARM بالقمر هذا؟ ما تقدر. حط achievable objectives، حط استراتيجية منطقية. إذا مضبوط. بي requires establishment of risk and control activity by internal auditor. لا، الانترنال اوديتر مش مسؤول عن الموضوع.
Involvement of internal auditors in establishing control activities impairs their independence and objectivity. يعني هو يحط نظام الرقابة الداخلية ويحط البحث عن الريسك وكذا، معناته ما يكتشف، ما هو اللي حط هذا النظام ما يقدر يطعن فيه، وبالتالي معناته ما عادش حيادي. إذا نعم يجب أن يكون حيادي، فهذه مسؤولية الإدارة، وهو يبحث ويشمشم ويشمشم. هذه كويس الكلمة يعني، لأنه مكتوب بالعالم أنه الأوديتر انترنال أوديتر اسمه ووتش دوغ، كلب رقابة، بشمشم وين في أخطاء وين في مشاكل وين في روائح إلى آخره. أوكي، بيست هاي كمان قلنا عنها مش كويسة، بيست ريسك ريسبونس. دي ERM selects not the best risk response but the risk response within the organization risk appetite and performance tolerance. within الابيتايت تبعت الإدارة، أنه بدنا لها القد، بدنا نغامر بدناش نغامر، وكمان قدرة الشركة على تحمل مخاطر معينة، رأس مالها، البشر تبعها، الوضع القانوني إلى آخر، الموقع إلى آخر. إذا الجواب عندنا اتفقنا سي، نيجاتيف امباكت. إذا enterprise risk management involves identification of events with negative impacts on organizational objectives. سي. According to COSO ERM framework, which view of risk is fully integrated? طبعا أنا جايب برضو من صفحة 57 معلومة، وطبعا معطينا هون بقول which one of risk، portfolio view ولا risk view ولا risk profile view ولا risk category view. fully integrated هنا في عندي معلومات، هون البورتفوليو فيو بيحكي عن الانتيتي وايد وعلى مستوى الانتيتي. إذا الانتيتي وايد معناته في انتجريتد داخل الانتيتي، المشتريات مع المخازن مع إدارة شؤون الموظفين مع نوعية التوظيف مع الإنتاج مع المبيعات مع كله انتجريتد. إذا البورتفوليو فيو is similar to risk profile. The difference is that it is composite view of the risk related to entity wide strategy and business objectives and their effects on the entity performance. يعني بتنسجم مع fully integrated، معناته هي الجواب هذا اي. طبعا الجواب A وريسك فيو، وحنشوف الجواب الإجابات تبعت ريسك بروفايل وريسك كاتيجوري فيو. الجواب عندي A معناته fully integrated، هاي A. portfolio view is fully integrated. it is composite view of risks related to entity wide. هاي entity wide. strategy and business objectives and their effect on entity performance. التأثير على إيش؟ على الأداء تبع الشركة. طبعا الريسك فيو أو هذه الريسك فيو بي، ريسك فيو is minimally integrated. يعني ريسك فيو بمعنى أنه ملاحظة ريسك معين محدد، معناته ملوش علاقة بالانتجريشن. risk are identified and assessed، بتحدد الخطر وبعدين بتقيمه بتقدره وبعدين تتخذ إجراء مشانه. إذا هذا البي غلط. risk profile view، الريسك بروفايل فيو اللي هو سي is partially integrated، مش كثير يعني. بروفايل فيو معناته ملف تبع الريسك، فهو partially integrated يعني يتواصل بين جزء وجزء ثالث ورابع من الإدارة، بس مش كل الإدارات. It is composite view of the types, severity and interdependencies of risk related to specific strategy or business objective and their effect on performance. إذن له علاقة بتحقيق استراتيجية معينة أوكي، والاستراتيجية لها علاقة ببزنس objectives
والإفكت على البيرفورمانس يعني بشكل جزئي. إذا هذا اللي هو سي الريسك بروفايل فيو بيجي أقل من البورتفوليو. بورتفوليو محفظة، محفظة ريسكات أو ريسكس، عدد كبير من الريسكس. إذا كل ما فيه، إذا بينما الريسك بروفايل فيو يعني جزئية معينة، بروفايل يعني ملف، جزء من عدة ملفات. فهذا مش كله انتجريتد، بارشلي انتجريتد اللي هو سي. هاي وين بارشلي؟ هاي بارشلي انتجريتد. ديست دي ريسك كاتيجوري فيو، ها ريسك كاتيجوري فيو الى حسب 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 موضوع معين. اذا موضوع معين مش فول انتجريتد. لاحظ ريسك كاتيجوري ريزلت فروم ليميتد انتجريشن، يعني موضوع معين. The risk identified and assessed in the risk view minimal integration are categorized. يعني على موضوع معين، على المشتريات، على المخازن، مشتريات والمخازن مش مع المبيعات، المبيعات ومشتريات والمخازن مش مع شؤون الموظفين، مع التسويق، مع يعني أمور كثيرة. المهم إنه الجواب عندنا إيه؟ لا، السؤال 31. 32 an entity determine that is its variable interest rate on borrowing will increase significantly in the near future. Entity determine that its variable interest rate on borrowing will increase significantly in the near future. الشركة عم تستلف وقدرت أو قررت إنه الفائدة حتتغير، يعني بمعنى انه الفائده حتتغير خلال شهرين وثلاث وسنه وسنتين، يعني very near future. لانه اكيد الفائده بحاله الانترست ريت تربط اما مع السوق بسموها floated او تثبت fixed بسموها. وبناء على ذلك consequently the entity hedged شو يعني its variable rate by locking in a fixed rate for the relevant period. فحمت نفسها، hedging معناه حماية، فربطت الانترست ريت برقم ثابت لها الفترة اللي هي جاية 10 سنين مثلا. ثبتت الانترست ريت مشان تحمي حالها من التقلبات خاصة إذا زادت. بناء على الكوزو this decision is which type of response to risk، ما أي نوع من أنواع ردودنا على الريسك حسب نظام الكوزو. Reduction هي ربطت، which means إنه إذا زادت الفائدة عن 10% مش راح تدفع غير 10%، وإذا نقصت بدها تدفع 10%. فإذا ارتفعت الفائدة هي بتربح تحمي حالها، إذا نقصت هي بتتندم. هذا الهيدجينج. إذا ريدكشن ما في ريدكشن بالموضوع. أكسبتنس برضو ما في أكسبتنس لأنه ما قبلت. لو قبلت قبلت بالموضوع تبع اللي هو الفاريبيليتي تبعت الانترست ريت. شيرنج نعم، شيرنج معناته شاركت، إنه أنا مرات بربح وأنت بتربح. لما بروح انا انت بتخسر، ولما بخسر انا انت بتربح. اذا في مشاركه زي اعاده التامين على السفن. فشركه اخذت عقد على تامين على سفينه من الغرق، وزعت العقد على 5 شركات. القسط اللي بيجي من الشركه من الباخره بتوزع بيناتهم كلهم بيستفيدوا، فهي خسرت لما الباخره ما غرقت. تتمنى انه الباخره ما غرقت وما عملت العقد هذا المشاركه. لكن اذا في خساره كبيره وغرقت الباخره بتدفع ملايين او عشرات الملايين او مئات الملايين، بتقول لهم تتحملوا معي. اذا في شيء مشاركه نفس الشهور، شيرنج. افويدنس ما في افويدنس، اذا الموضوع شيرنج بالموضوع هذا تبع الهيدجنج. سي ها شيرنج سي. That sharing reduces the risk by transferring a portion of the risk to another party. أي. إنه لما
بترتفع الفائدة عن 10%، هي بتدفعش غير 10. Somebody else will pay for that. By entering into hedging transaction, the entity transferred a portion of the risk to the party that offered the fixed rate. قال لك أنا بتعهد لك 10%. فهو فوق العشرة بيخسر وتحت العشرة، أو تحت العشرة بيخسر وفوق العشرة بيربح، هو اللي تعهد لك بالعشرة بالمية. وأنت إذا طلعت فوق العشرة بتكون ربحت وارتحت، وتحت العشرة بتكون ندمت. إذا الجواب سي. نشوف A ليش غلط. Reduction. Reduction lowers the risk so that it is within the target residual risk profile and the risk appetite. معروف الريدكشن ما في تخفيف، ما عملت تخفيف. Lowers the risk so that it is within the target residual risk profile and the risk appetite. مشان تقلل الريسك، ما هي ما عملت هيك. Acceptance ما عملت acceptance. Takes no action. لو بدها تعمل acceptance ما بتعمل hedging. Avoidance ما عملت avoidance، لكن ما عملت تأمين نهائيا، أو ما عملت المشروع كله. Avoidance is exposure to the risk. Not borrowing the is the avoidance. ما بدهاش تعمل تستقرض بالمرة، بدهاش تدفع فوائد ولا تقلق بقضية الفائدة طلعت ولا نزلت. إذا بنكون خلصنا المالتيبل تشويسز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.